22 مايو 48، النكبة. قصتنا عن واحدة من القرى القريبة من مدينة حيفا، كان عايش فيها 1500 مواطن من المدنيين المسلمين، ويوم 22 مايو سنة 1948 اتفاجئوا بهجوم مسلح جاي عليهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي. الحقيقة ما كانتش مجرد محاولة لتخويف الأهالي أو احتلال القرية وبس، جنود الاحتلال أخدوا الناس من الأهالي، حبسوهم جوه برميل، فرغوا فيهم الرشاشات لحد ما دمهم اتصفى. طب يسكتوا على كده؟ واحد من جنود الاحتلال جرجر طفلة صغيرة من شعرها، عمها جري عليه، صرخ فيه سيبها، صوب عليه سلاحه وقتله. يكتفي بكده؟ أخذ الطفلة الصغيرة بالقوة واغتصبها. جنود الاحتلال بعد كده حفروا قناة عمقها 35 متر ودفنوا فيها الجثث، 200 جثة من الشهداء الفلسطينيين. اللي سمعته دلوقتي مش كابوس ولا مجرد قصة من الخيال، للأسف دي مأساة حصلت بالفعل، مذبحة قرية الطنطورة الفلسطينية. إسرائيل بعد كده حولت قرية الطنطورة دي لمنتجع سياحي، وهناك فوق مقبرة بتضم 200 شهيد فلسطيني، الإسرائيليين بيعوموا في البحر، بيركنوا عربياتهم، بيتفسحوا عادي جدا. لو معتبر اللي سمعته ده معلومة خطيرة أو لو شايفها مهمة، شير للفيديو وعرف لي.